اخد مدام سمر. مدام سمر، سلام عليكم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. انا بحضرتك لو سمحت، انا عايزه اتواصل مع الدكتور ماجد. اتفضلي اتفضلي مع معاه. حضرتك. اتفضلي. انا عندي بنت صغيره 3 سنين ويعتبر ونص، ووزنها 40 كيلو. وزنها 40 كيلو، كتير طبعا، كتير قعدت قوي. تزيد من سن 6 شهور ووزنها وصل 13 كيلو، لغايه ما وصل للحد ده دلوقتي. وزن مش طبيعي حضرتك طبعا، على طولها، على جسمها، هي طويله عامه، هي طويله عندها 3 سنين. 3 سنين ونص. ايه طريقة اكلها طيب؟ انا اتصلت على الدكتور كذا مره في العياده، وان هي عندها سنه ونص، على اساس انهم ياخدوها ويعملوا لها برنامج. إيه قالوا لي في العياده عند دكتور انه ما بياخدوش اقل من 4 سنين او 5 سنين. ما يعني عامة انا بستخدم يعني بيبقى شغل التغذية 4 سنين، انا بعتبر 3 سنين سن الاطفال طبعا، يبقى بس هو لسه. بس هي ما شاء الله، اما يعني انا دلوقتي حاليا بتابع معاها نظام اكل. إيه قالوا لي ان منك عملت تحليل؟ تستفيد، طيب يعني عملت انت تحليل ليها زي الغدة الفوق القصرية، تحليل الكورتيزون، عملت اشعه الغده، اشعه الغدة الاشعه الفوق اللي هي القصرية رنين فوق مغناطيسي على الكلى. المخ، الغده طلع ايه المخنيه. طيب؟ عملت لها، ايوه حضرتك معلش، اتفضل. الو، هي عملت لها الأشعة طلعت نتيجتها إيه؟ الاشعه، طلعت نتيجتها كويسه، حلو. والتحاليل بتاعتها نتيجتها كويسه، طيب يبقى هي طريقة أكل بقى. ورحت لها دكاتره اتفضلي. التغذيه، مش دكاتره التغذيه، دكاتره اطفال، ما حدش قدر فيهم يعمل لها برنامج غذائي بحيث انها تنزل في الوزن. خلاص هاتالي بقى، خلاص هاتالي. طيب مدام سمر، ايوه حضرتك، هستأذنك ما تقفليش، ارجعي الكنترول، سيبي لنا رقم تليفونك، احنا وتابع معاك، هنتواصل وتابع معاكي معاك، واتابعي ان شاء الله مع مع دكتور الدكتور. ماجد. عناية ليك يا ستي، عناية ليك، عناية ليك، ان يمكن شاء الله خير. زمان برضو انا شفت حالة شبه حالة بنت مدام سمر، برضو كان طفل صغير كتير، وكان لا الوزن كتير. 30 كيلو انا فاكرة، بس انا مش فاكرة كان السن قد ايه بالظبط، بس كان حبيبي حاجة كده منفوخة، يعني ما فيهاش غير راسه، طبعا النفس ما فيش. ده بيبقى سببه ايه يا دكتور؟ بص هقول حتى لك اذا حاجه. كان في بعض الاشعات يعني والتحاليل لا طلعت لا، سليمة. هو بص يعني طبعا يعني في حته الجزء الوراثي او جزء جينات او خلل هرموني، النسبه بتبقى ضعيفه قوي. يعني ناس كتير قوي مثلا بيتخيل طالما انا وزني زياده وعاني من السن، سواء كان اطفال، ان لازم في جزء وراثي، اصل في خلل في الهرمونات. لا يعني مش عايز اقول لك ان كل 200 طفل ممكن يكون طفل واحد اللي عنده خلل، يعني نسبه 200%، يعني سوري يعني 1 الى 200، يعني ممكن 200 شخص دولت يكون سوء تغذيه، اكل زياده، سعرات زياده، عدم تنظيم تظبيط الاكل، مع ممكن بعض الحاجات المعينه يمكن معدل حرق ضعيف، ما فيش رياضه، ما فيش كذا، الكلام ده يسبب زياده في الوزن. بس طبيعه الاكل لازم هتتغير بسلوكات معينه ما يتناسب مع اطفالها. وطبعا دايت الاطفال بيبقى دايت متناسب، بروتين معين، كميه نشويات معينه، كميه اللي هو الجلوكوز معينه، كميه الكربوهيدرات معينه، بيبقى ليها سيستم في التغذيه. بس هي والبطل الحقيقي طبعا هيكون الام، ان هيقدر طبعا. تلتزم بالكلام ده كله. انا ما اقدرش اقول ان مفيش مشكله حد، ما لو جبت اطفال عمرها ست ثلاث سبع سنين سنين ونص الوزن الطبيعي قد ايه يا دكتور؟ هو يعني في حيث زيادة قد ايه؟ هو هي المفروض في جهاز بيحسب طبعا تفاصيل الوزن الطبيعي، هي المفروض وزنها يكون في حدود 18 كيلو مثلا وليس 40 كيلو طبعا. يا 40 يعني ممكن يكون في زياده حوالي 22 كيلو عندها، فكتير قوي طبعا طبعا. بالنسبه لها، وطبعا سبب لها مشاكل. وبعدين هذا الحجم من الدهون برضو، عشان تبقى فاهم برضو يا لميا، اما يكون في هذا الكم من الدهون زياده مثلا 20 كيلو دهون، يبقى معرض للامراض، طبعا، والمرض مش هيفرق بين طفل صغير وحد وحد كبير كبير طبعا. طالما في هذا الحجم من الدهون. ان هذا الكم من الدهون هو عباره عن يجذب كل الامراض، سواء كان الضغط والكوليسترول والسكر، رغم انها طفله، يعني ما حدش يتخيل ان هو طفل يجي له سكر، لا ممكن يجي له سكر، لا يعني في الضغط طبعا حيعلى، طب اطفال الضغط طبعا، حيعلى، طالما هذا وبياخدوا في انسولين الحجم كمان. بالظبط، يعني طالما هذا في الحجم من الدهون، يعني في 20 كيلو زياده او 22 معرض لكل الامراض وسنظر. وبعدين خلي بالك ان طفل زي كده ممكن 3 سنين وزنها 40، يبقى كل سنه تزيد لها حوالي 5 كيلو، طب يعني ممكن سن 10 سنين يبقى وزنها 100 كيلو معايا. فكل ده يعني لازم يتظبط احنا صح. نعمل الحلقة الجاية عن لا ان شاء الأطفال الله يا ما فيش دكتور. مشكله، ان شاء عينيا الله، ليك، ان شاء عينيا الله. ليك.